مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. شارك الممثل محمد رغيس في عرض أزياء عالمي في مدينة مدريد الإسبانية. محمد رغيس ودون أي خطأ تألق في هذا العرض ليكون ضمن باقة من عارضي الأزياء المحترفين من مختلف جنسيات العالم. اختارهم هذا المصمم الإسباني للترويج لتصاميمه للملابس الرجالية كلاسيكية. لعرض إعلاناتكم على باقة باستارز، تواصلوا معنا عبر البريد الإلكتروني وتطبيق الإنستغرام، وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الإعجاب واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، إنستغرام.